السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي فيديو جديد إن شاء الله. اليوم جيت نقدم معكم واحد جوج نتاع المملحات بدون فرن سهلين ودغيا دغيا تيوجدوا معنا. نقدموهم في البيفي ديال لانيفيرسير ولا ديال السبوع ولا في العرس، المهم في أي مناسبة عندكم. غادي ندوزو نشوفو المقادير اللي بساط ودغيا دغيا. عندي هنايا الخبز ديال الطوست ولا البانديمي كما تشوفوا، عندي هنا البيض، عندي 6 ديال القطع باش ندير 3 قدام 3، المهم نتوما غادي تشوفوا. عندي فرماج الدهن وكذلك قليل من الزيتون، انا خديت هذا الزيتون اللي فيه من الداخل الفلفله. وعندي خبز، عندي عفوا هذا الفرماج ديال الساندويتش، وعندي كذلك هاد الشرائح ديال الديك الرومي. خديت انا هادو كذلك اللي فيهم الفلفله، ولا ديروهم غير السامبل عاديين، المهم تيبقاو اختيارين هادو على حساب كل واحد وكيفاش بغى يديرهم. غادي ندوز هنايا، غادي ناخذ هاد الخبز هذا، غادي نحيد له هاد الحافات هادو اللي تيكونوا هكا يابسين محمرين. نحيدهم كاملين بستة بهم، كما قلت لكم بدون فرن دغيا دغيا تيوجدو. تنحتاجو غير خبز الطوست. غادي نكمل لهم انا التقطاع كلهم، نحيد لهم هاد ونطلقوا. دابا بعد ما حيدت لهم دوك سميتو، انا دست كنقادهم كما قلت لكم، درت 3 القدام، غادي ندير 3 هنايا وغادي ندوز نطلقهم بالدلاك. بحال هكا صافي، غادي ندوز بحال هكا، نطلع وحده على وحده بحال هكا ونبرك باش ندوز نبرك عليهم بالدلاك نرققهم. صافي هم تلاقاو. ناخذ الدلاك وغادي ندوز نبرك عليهم بحال هكا. صافي بعد ما طقطو بحال هكا كيف ما تيبان لكم، غادي ندوز ندهنو بالفرماج. من الاحسن الفرماج اللي بغى يدير المايونيز، ولكن الفرماج تيعطيه واحد المذاق حسن من المايونيز. يعني الفرماج ماشي ضروري يكون هذا الحبك، حتى الاخر نقدوه داك المثلث ولا الكاري وندهنو به حتى هو تيجي زوين. ندهن انا القطعة كاملة،
على هذه الطريقه صافي. وندوز نضيف هاد القطع هادو ديال هاد الديكروني بحال هكا. نزيد واحده اخرى نقادهم صافي. ومن تما غادي ندوز نضيف عليه الفرماج نقسم هادو باش ندير دوك الفراغات اللي بقاو لي بحال هنا وهنا. صافي غادي ندوز نضيف هنا شويه الفرماج غير شويه هكا باش نحط فيه داك داك الزيتون ما يبقاش حيت نبغي نلويه ما يبقاش يلعب ليا. صافي ونجيب الحبات ديال الزيتون ونبقى نحطهم بحال هكا وحده حدا وحده. يعني غادي ندير الزيتون غادي ندير غير هذا الخط هذا ماشي ما غاديش ندير يعني كل شيء غادي نكمل غير هذا الخط صافي. المهم انا غادي نكملو صافي. بعد ما هانتوما كتشوفوا الزيتون هنايا دورتو اللي عندي غادي ندوز باش نضيف هاد صافي. بحال الطريقه ناخذ واحد السلوفان وغادي نديرو هنا صافي وغادي ندوز اللويه
وغادي نلويه بحال هكا مزيان باش ياخذ لنا هاد لا فورم هادي ويتلوى حتى هو. صافي من هنا غادي ندخلو للثلاجة المجمد صافي بحال هكا. دابا غادي ندوز انا ندخلو للثلاجة نخليه واحد الساعة ومن بعد نتلاقى باش نشوفو التتمة ديالو. ودابا غادي ندوزو نشوفو الشكل الثاني اللي غادي ناخد دابا عاوتاني الخبز ديال الطوست او البان ديمي. هاد المرة خديتو كومبلي يعني بالنخالة. غادي ندوز خديت واحد هذا غادي نقطعو هكا. هنا عندي الكاشير عندي الخيار مقطع دوائر كذلك الكاشير مقطع دوائر وعندي واحد صوص اي صوص كتبغي صوص انا غادي ندير هذه الساموغي ولا الكيتشوب ولا المايونيز كديرو اللي بغيتو. غادي ندوز نقطع انا هاد بانديمي بحال هكا غادي كما كتشوفوا غادي نقطعو هكا دوائر يعني كل قطعه كتعطينا 4 ديال الدوائر. صافي وهادو الاطراف الاولى ولا الثانيه نقدو هادو تنخليوهم ما تلوحوهمش حتى فاش كنطيبو شي حاجه في الفران تندخلوهم تنخليوهم حتى كيتقرمو من بعد كنطحنوهم وتنخدموهم في الوصفات ديالنا ملي تنحتاجو الشابلوغ تنخدموهم صافي. المهم غادي نقطع هاد صافي. بعد ما درت لهم لاصوص ودهنتهم بواحد الموس غادي ندوز نضيف عليهم هاد القطع تاع الكاشير بحال هكا كل وحده نضيف عليها قطعه الكاشير اللي مقطعه ماشي غليظ ماشي رقيق. صافي ومن تما غادي ندوز نضيف عليهم كذلك شويه ديال الفرماج شويه بحال هكا باش يلصق لينا الخيار. صافي غادي ندوز نضيف قطع نتاع الخيار حتى هما دوائر رقاق. صافي بعد ما كملت سناخد واحد الكيغدان عادي درت فيه واحد زيتونه بحال هكا خضره اللي بقى ليا من هذا وتنبيكيه بحال هكا فيهم صافي تيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوزو نشوفو واحد اخر ثالث غادي نجمع هادو ونشوفو الثالث عاوتاني. ودابا غادي نشوفو كيما قلت لكم الشكل الثالث غادي ناخذوا لهاد الخبز هذا ديال الطوطيا الطون وشويه ديال الفرماج محكوك شلاضه الخص ومطيشه على الطوماط مقطعه هكا دوائر رقيقه شويه الكبار ولا داك الكورنيشو والمايونيز هادشي اللي كاين. غادي ندوزو غادي ندير شويه المايونيز هنا لتحت يعني اللي ما بغاش اللي ما داش الكبار يدير الكورنيشو يقطعو حتى هو رقيق ويديرو كيجي زوين. صافي دابا غادي ندوز نقاد هاد المسالات of
صافي. من بعد غادي ندير الدوائر ديال هذا ديال الطوماط كيكونوا رقاقين. نحيد هذاك القلب الداخلي تيكون قاصح. صافي يعني هذه مطيشة درتها غير مرة، ما غاديش نديرها حتى للتالي. وغادي نضيف حبيبات من هاد الكبار حتى هما غير حبيبات بحال هكا. صافي صافي. ومن بعد غادي نضيف الطون فوق لي طوماط. صافي بحال هكا. وهنا غادي نضيف فرماج محكوك، كيبقى اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش، كل واحد وشنو بغا. انا غادي ندير شي شويه. صافي هادشي اللي كاين. وغادي ندوز نلفها نحاولو نزيرو شويه يدينا، سيرتو هنايا في هاد التالي كاع. صافي بحال هكا. وغادي نديرو كذلك في السلوفان ونلويه، نخلي تهوى شويه وندوزو نقطعوه. صافي هذا داك الغولي الاول انا جبتو من الكونجيلاتور، غادي ندوز ندهنو شويه بالفرماج هنا من الفوق. غادي ندهنو كامل واحد طبقة رقيقة. صافي بعد ما دهنتو بالفرماج خديت هنايا شوية ديال الحبة السوداء أو حبة البركة، معلقة صغيرة، وضفت لها معلقة كبيرة ديال الزنجلان، خلطتهم بحال هكا. بعد ما خلطتهم غادي ندوز نضيفهم هنايا، يعني كيخص الزنجلان يكون اكثر من هذا، ولا مهم نتوما ديروا داكشي اللي بغيتو. صافي وغادي نحاول نقلب هاد صافي. وغادي ندير نفس الشيء من هاد الجهه هادي. داكشي باش درنا داك الفرماج، باش من بعد كيلصق لنا هاد سميتو، كيلصق لنا مزيان. صافي تنحاولوا اننا نضغطوا عليه بيدينا باش يلصق. صافي ومن بعد غادي ندوز دابا باش نقطعو، غادي ناخذ واحد السكين اللي كيكون ماضي وغادي ندوز نقطعو باش يتقطع لنا ساهل. غادي نقطع هذا الطرف الاول بحال هكا كيف ما تتشوفوا كيبان لكم، وغادي ندوزو نقطعوهم كبار ولا صغار ولا كل واحد كيفاش بغاهم. هانتوما تشوفوا تيجيو زويونين. انا غادي ندوز نكمل التقطاع لهادو كلهم. صافي وديك الساعه ما تنحتاجو لا نزينوهم لا حتى شي حاجه، حيت راهم مزينين هما. ديري لهم هذا هانتوما. صافي المهم انا غادي نكمل لهم التقطاع ونتلاقاو. صافي ها الشكل النهائي ديال ثلاثه ديال المملحات ديالنا كيفاش تيجيو، اللي ساهلين دغيا دغيا تنوجدوهم، وبدون فرن بدون تعب، يعني دغيا دغيا كما شفتوا معايا، ما خداوش معايا كاع الوقت. صافي كيجيو هكا، تيجيو زويونين كيف ما شفتوا. هذا اللي درنا بالبان ديمي ولا الخبز ديال الطوست
كيفاش تيكون تيبانو فيه دوك الالوان تيجي زويون. ودرت له هنايا غير واحد العويد باش تبتو مزيان. هنايا هذا اللي درنا كذلك بالخبز ديال الطوست كومبلي والكاشير والخيار وكذلك الزيتون مع لاصوص. وهذا داك الخبز ديال التورتيا اللي كذلك اللي صوبناه حتى هو تيجي على هذا الشكل. هذا حتى هو زوقته غير بالزيتون الاسود. هانتوما كتشوفوا كيفاش تيجي حتى هو، يعني فيه الشلاضه الخس لي طوماط والطون والفرماج غابي والمايونيز. صافي، ودرت هنايا شويه المايونيز باش درت ديك الزيتون باش تثبت ليا. صافي، هادشي اللي كاين، وتيجيو زويونين ولذات في نفس الوقت، وتيجيو مناسبين مع هاد الحراره هادي. نتمنى يعجبكم وتجربوهم في ديوركم مع الاهل ديالكم والاصدقاء، وينفعوكم في شي مناسبات. وبسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي عليكم.